مش تبدي دب 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 يس 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 تي تبردي تبردي دبلو 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 يس انا هو ياسين مش تبدي دب زي ما انت شايفين انا عايش في هاي الجزيرة اقوى جزيرة بالعالم وانا كل ما اشوف اي شخص امامي بسوي له هاي الحركة حركة اللي اشتبدي دب 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 شوفوا كرشي كيف بتدحرج يمين يسار يمين يسار هذا الكلام الصح هذا كرش اللي خلاني غني كرش اللي خلاني قوي انا اشتبدي دب القوي وانا عندي هاي الآلة عشان يعني امرن انا عضلاتي وامرن انا كمان كرشي اشتبدي دب 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 انا هو الاشهر بالعالم انا مشهور كتير كتير وعندي شهرة كبيرة جدا جدا انا الان بدي اروح اوصل طريقة من جزيرتي هاي جزيرة الياسين اشتبدي دب القوي اللي بتمرن 24 ساعة يعني شوفوا وانا جالس بتمرن 1-2 1-2 1-1 1-2 تمرين المعدة عشان يسوي كرشي من حديد يلا ياسين اشتبدي دب خلينا وصلنا طريق 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 انا الان مع كرش المسطح الجميل راح افوز على الجميع خلينا نشوف زعلان كتير زعلان كتير اشتبي ضب 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 عياط 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 ياس ياس وين كرشك يا اشتبي ضب ما عندي كرش انا ضعيف فقير ما عندي اي شيء ليش يا ويلي ايش بتحكي حرام عليك انت خربت سمعة اللي اشتبه دبه كمان شو هذا الشكل وين كروشك ما عندي كرش ضعيفون وفقير وحالتي حالي استنى في حدا يساعدني استنى في حدا يجي يزبط لي البيتزا الفقيرة اطلب اللي بيتزا غنية شوف هاي البيتزا ما بقدر اشتريها اشتري لي اياها علشان انصح شوية اصير اضخام يا ويلي انا معاي غني انا قوي انت ما بصير تاكل اشتري لي خليني اكبر شوي اصير صاحبك انا بزعل لما اشوفك قدامي زي هيك تعال معاي يا ياسين اشتبدي داب تعال معاي وين بدك توديني؟ تمرن يا كلب تمرن ايه؟ اتمرن يلا شو بده يفيد التمرين؟ شو بده يفيد؟ بسرعة اتمرن خلينا اشوف جزيرتك انا هو ايش بدي داب؟ ايه شكلك بتضيع اوقات على جهاز اللابتوب تعال احكي لي شو بتسوي تعال شو بتسوي؟ بلعب علي العاب تبع ياسين جانكيز انت ما بتعرف طلع علي انا هون يعني اشتغلت تقريبا 3 سنين لحد ما شريت هذا اللابتوب علشان العب العاب جواته استنى اقرا اوه لعبة ياسين اشتبدي دب الاولى ولعبة ياسين اشتبدي دب السوبر ماركت بدك اورجيك كيف بدك تدخل وتلعب وتشوف لعبة اشتبدي دب الواحد اه والله يا ريت طيب يلا خليناك بسون هون يلا انت اكبس 3 مرات ورح تنتقل جوا اللعبة 1-2-3 اوه دخلنا في اللعبة اشتبدي دب يا اخوي شايفه هذا انا ايه اشتبدي دب طلع كيف برقص اوه طلع هي خلينا الان احنا نشوف كمان في اشي على اليمين ما في اشي على اليمين اشي على اليسار ما في اشي على اليسار ايوه ايه شايفوه شو هذا برقص برجع للخلف بورو ايه وقع بالحفرة اه والله وقع بالحفرة طلعي متخبي ورانا وينو ايه يما اخوي بخوف ما تبي يطلع هيو ابو لونه ابيض اختفى من وجهنا يا اخوي اختفى يا اخوي والله بخوف خلينا نمشي امشي امشي هيو اوه هيو والله معاه سيارات كمان هذا يا ويلي والله مرعب خلينا اطلع على اليمين خلينا اطلع على اليسار ما فيش يا ماما والله انا خايف هذه هي لعبتنا الجديدة احنا اشتبدي دب انا هو اشتبدي دب وهينا جالسين نطلع على لعبتنا يما شو هذا بخوف كتير اخوي تمشي من بهذا الكراج يلا اخوي والله بخوف خلينا نمشي في حدا هو هيو على اليمين اوه بيبلعك شو هذا دبل 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 يس اختفى اوه
والله بخوف كتير اخوي. شو هذا؟ امشي 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 امشي. وين اطلع وراك اخوي؟ ما في حدا. خلينا اطلع، ما في حدا يا اخوي، خوفتنا على الفاضي. اخوي دور دور، رح يطلع باي وقت. تخيل اطلع يا اخوي ورانا، خوفنا. ايوه صوت مشي. ايوه كيف هيك؟ بدناش على الجدار على الفوق يا اخوي. كيف على السقف؟ وقع خلص مات. واو، وين دخلنا على السوبر ماركت يا اخوي، وهذه هي اللعبة الثانية. وش تبدي داب؟ ايش تبدي داب داب داب؟ شو برقص بالسوبر ماركت؟ شايف والله يا اخوي. خلينا اشوف وين طلع. كيف هي فيوني باستا في اشياء. وينه؟ كيف دخل؟ شفته؟ ايوه 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 ايش تبدي داب داب داب؟ يس يس دبل دبل دبل. شوف يا اخوي باكل خبز، طلع جنبي خبز. اه والله جنبي خبز يا اخوي، كورن فليكس هي توست كمان، والله رائع جدا جدا يا اخوي. طلعنا اثنين. ايه اثنين. هذا ايش تبدي دب؟ شكله هذا القوي والضعيف. اه والله يا اخوي، والله اشي جميل جدا. اوه ثلاثة. اهرب اهرب اهرب. اوف اوف. اربعة ستة تسعة تسعة ول 12. واوف يا اخوي، 12 واحد. ايش تبدي دب؟ خلينا نهرب خلينا نهرب يا اخوي. اوه ايه، ليش هيك صار صوتي؟ ايه وانا كمان، اطلع كيف تحول صوتي. هيو رجع. شفت اللعبة هاي؟ شفتها؟ عجبتك اللعبة تبعت تبدي دب؟ طب بعد ما انت لعبتها ممكن انك انت تدربني علشان اصير انا اقوى شوية. فقط بصراحة عجبتني اللعبة تبعتك، وانا ما رح اخليك تضلك زعلان يعني. تعال تعال تضلك شفط الاكل، تعال معاي. اوه طيب ماشي ماشي. ايش بدك تفرق؟ ايه هذا انت بضلك تز بطك. انا ما عنديش بطين، ما عندي بطين. بدي اعطيك تمرين معدة بطانية، ايش مرتب كثير، تخلي بطنك مثل المنطاد كبير جدا جدا. سوي يلا، سوي معدة على جهاز البوش اب بسرعة بسرعة. يلا بسرعة. ماشي ماشي بسرعة. ماشي بسرعة بسرعة. يعني بسوي بسرعة. اسرع. بطنك بلش يحرق، بطنك بلش يتسطح، بطنك بلش يشتغل. ايوه 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 ايوه. يلا اشتبدي دب، يلا شجعوه شجعوه يا عالم، شجعوه يا ناس، اشتبدي دب. ايوه جالس بتطور. اوه كبر بطونك. ايه والله صار اكبر. خلينا ارقص. تبي دب 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 دب؟ بلش يشتغل، بلش دبل دبل دبل. الان والله بلش يشتغل، بكبر مع التحديات القادمة. تعال معاي. ايه في لسه تحديات لقدام؟ نعم بالتأكيد، بس والله الألعاب تبعتك أسطورية يا اشتبدي دب الضعيف. اوه مين هذا؟ انا وحسابي، انا بدي ادمر اي واحد بشوف قدامي. انا هو الشرير الهرر. ايه يما بخاف، انت القوي هون يا اشتبدي دب، انت البطنك كبير، انا ما الي دخل. انا حكيت لك راح تواجه تحديات، وهذه هي التحديات. روح فجر لي راسك. ما بقدر بخاف. يلا بخاف. انت شرير سنون. انت شرير. خدك هاي. انا شرير. شوف الالوان تبعته، في الوان كتير هون، شو بيسووا فيها؟ مين انت؟ مين ياسين؟ ايش تبي داب؟ خد لك هيا يا ياسين. ايش تبي داب؟ اي ساعدني يا ياسين الغني، ساعدني يا ياسين القوي. اهرب اهرب اهرب. انا خايف انا خايف. استنى شوي استنى شوي. تفاح. ايوه رجع صوتي طبيعي ممتاز يا حبيبي. ايش تبدي دب؟ انت الان تتعلم مني ماشي. انت والمره القادمه انت بدك تقتل عشان يكبر بطنك ويصير مثل حجم بطني. ماشي ماشي ماشي. اتعلم يا عمي اتعلم. اي اي خد لك هاي دم نقطة صار. يلا يلا خد لك هاي يا صبوي. اي وقع. ايه شوف دبيته. ايه مين هاي؟ انا راح اقابلكو بالجزيرة القادمة. راح تقابلنا في الجزيرة القادمة حكات. واوف الجزيرة القادمة. ايش تبدي دب؟ بصراحة خفت كتير من سبوي، شكله مرعب وشرير، انا بخاف، ما بحب اني اقاتل زي هيك. انا حكيت لك كلمتين وما رح احكي معديها كلام تاني يا حبيبي. من
وين طلع؟ انا ما بموت، انا ما بموت. خد لك هاي، شكله اقتله اقتله. يلا يلا انا جالس بحاول. خد لك هاي، خد لك هاي. طلع، انا عندي بطانية، عندي هوني مش بطن، بطانية اسمه هذا، عشان تعرف انا ما بشعر بضرباتك ابدا ابدا يا صبوي الشرير. ايوه اضربه. يا سلام، والله بطنك كبير انت، الضربة بتيجي على بطنك، وبطنك يعني انت مثل الحديد. ايوه ايوه ايوه, أيوة. يلا اضربه اضربه اضربه، زي هيك زي هيك، كسر له راسه. انا ارحمك ايوه. اوه يا سلام. باي وقعت انا كمان، وقعت. استخدم بطنك بالرجوع، استخدم بطنك بالرجوع. كيف بدي اطلع؟ هيني في المسبح قاعد بسبح. استخدم بطنك بالرجوع، انفخ بطنك وطير لعندي. يا ويلي. طيب ماشي. أوه. طلع قدامك. هيك قدرت قدرت. هي ياسين ايش تبدي اضبل في الضعيف؟ خد وصل يلا. الان انا ما راح اساعدك بشيء، بسرعه. إيه. استعجل. ما بعرف اوصل، بخاف يما، في تحت عالم اذا وقعت عليه بموت. نعم نعم، هذا العالم عالم مرعب جدا جدا. انت شفت قبل شوي مين راح يواجهك؟ انا اللي راح اواجهك. مين؟ انا راح اسوي هالحركة. هاي معلمة ما بتقدر، هاي بنت ما بتقدر تحقاتني، انت بنت ضعيفة. انا هي المعلمة الشريرة. هي معلمة شريرة، هيا اشتبت الدب. طيبة طيبة ما بتقدر، شوف ما بتقدر تهجم علي اصلا، ضعيفة شايف، خايفة من كيف اشتبتي. دب 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 دب. الان سوف تتفاعل وسوف تدمرك تدمير. خدتاي. واو، قتلت يا اشتبت الدب. شو الحركة؟ هي والله قوي. ايش مالك؟ تفعل عندك خاصيه البطن الكبير. خاصيه البطن الكبير؟ يا سلام، والله حلوه كتير. شو هاي الماكينه؟ خلينا نجرب بعد زي هيك فيها. واو واو، حلوه كتير. اي ايش صار؟ انا اللي قتلته. ايه صبوي الشرير، والله لكسر راسك تكسيرة. كونوا مثل اش تبدي دب القوي، وانسوكم من الضعف. موت. تم التدمير بنجاح. اكتبوا لنا تحت بالتعليقات اذا عجبتكم لعبته ليش تبدي دب اللي موجودة على هذا الشيء ده الجهاز. اش تبدي دب 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 دب. يي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